أحداث حقيقية. النهاردة هنتكلم عن أستاذة ريا وسكينة. هو تعبير مجازي، ولكن لما ندخل في تفاصيل أحداث حقيقية هتقول معايا إنها أستاذة ورئيسة قسم توفانا، جوليا توفانا، القاتلة المتسلسلة، سفاحة الرجال في القرن السبعتاشر. ولدت جوليا توفانا في عام 1620 في مدينة باليرمو بإيطاليا. تمر السنين دون خبر موثق عن حياتها من الولادة حتى بلوغها 13 سنة. بتتعدم والدة جوليا توفانا سنة 1633 بتهمة قتل زوجها فرانسيس والد جوليا. في الفترة دي ومن قبلها بشوية كان عصر النهضة في إيطاليا، وكل عصر وليه سمات الحياة الخاصة بيه، وأهمها هو زواج القاصرات. والمجتمع في أوروبا في الوقت ده كان طبقتين فقط، طبقة النبلاء والأغنياء، وطبقة تانية كادحة معدمة وهي الأغلبية الكاسحة. كان الأعيان الكبار في السن بيلجأوا للزواج من القاصرات، ومعظمهم من الطبقة الفقيرة اللي البنت فيها بتقف قدام اختيارين ملهمش تالت، إما قبول الزواج وتلاقي اللي يصرف عليها وعلى أسرتها، أو ترفض وتموت هي وأسرتها من الجوع. ده كل رفاهية الاختيار مش موجودة إلا بنسبة ضئيلة لا تذكر. حتى قاصرات النبلاء ما كانوش بيمتلكوا حرية الاختيار، لأن الزيجات كانت بتتم كصفقات ومصالح وتوسيع للنفوذ وزيادة الثروات وخلافه. بيجتمع الإحساس الواحد داخل كل البنات من كل الطبقات من القاصرات، إحساس سجن الزواج من رجال 3 أضعاف أعمارهن، وطبعا ما بعد الزواج الإهانة والاستغلال الجسدي. نسبة كبيرة من البنات بعد مثل تلك الزيجات كانوا بينتحروا. ونروح لجوليا بطلة قصتنا. جوليا لقت نفسها لوحدها بعد ما فقدت الوالدين. الأب مات على إيد الأم اللي اتعدمت. اتجوزت من راجل كبير في السن وسافرت مع نابولي وبعد كده روما. الزوج مات وهي كانت خلفت بنتها جيرولا، وفي رواية أخرى يقال عنها جيرولاما، وعاشت هي وبنتها جيرولاما في روما، واشتغلوا في تصنيع مساحيق التجميل. وطبعا معظم زباين السلعة دي كانت من طبقة الأغنياء والنبلاء. قدرت جوليا تكون صداقات بنساء كثيرات جدا، وزي ما بيقولوا الكلام بيجيب بعضه في قعدات الستات، كل واحدة حكت لها حكايتها المريرة اللي بتعيشها، وكونت صداقات تانية مع رجال من صفة المجتمع. كان منهم رجل يدعى جيرو. قررت جوليا تاخد أول خطوة وإنها تخلص معاناة جميع النساء، والحل من وجهة نظرها إنها تحول كل المتزوجات إلى أرامل، منها تخلص من معاناتها مع الزوج الأكبر منها في السن، ومنها إنها تورث. وقدرت تتخلص من حياتها السابقة ويعيشوا حياة جديدة بحرية كاملة. اتفقت مع هذا الرجل إنه يمدها بالزرنيخ، لأن أخوه كان صيدلي وبيستخدم الزرنيخ في تحضير العقاقير الطبية، بالإضافة إلى معدن الرصاص ونبات البيلادونا. وهنا بدأت رحلة 20 سنة في قتل الرجال. أعلن النساء جوليا قديسة. ليه؟ لأنها ساعدتهم في التخلص من معاناتهم الشديدة من الرجال. عمقت جوليا ووطّت علاقتها مع أكثر من 200 سيدة، وبمساعدة بنتها جيرولاما صنعت الخليط المميت، الخليط اللي ما بيكونش ليه أي أثر بعد الموت.
ونصحت الزباين ان هم يضيفوا قطرتين او تلاتة على الاكل او اي مشروب علشان مفيش حد يشك في اي حاجة وما يكونش في اي شبهة جنائية. واطلقت على مسحوق التجميل اللي هو ظاهريا مسحوق تجميل وهو في الباطن في الحقيقة سم، اطلقت عليه اكوا توفانا. وزعت جوليا اختراعها بطريقتين، الاول في هيئة مساحيق تجميل عادية جدا، والتاني معبأ في قوارير صغيرة عليها صورة لأحد القديسين كشيء مبارك. وفي الحالتين تقدر أي ست تسيب قارورة السم على ترابيزة أو طاولة زي تسريحة، يعني كأنه مسحوق تجميل عادي. في الوقت ده بالمناسبة الرجال كانت بتتزين بمساحيق التجميل زي النساء بالظبط، حتى هتلاقوا في الأفلام القديمة بيبقى وشوش الرجال فعلا كأنهم عليها مستحضرات تجميل، وهي مش كأنهم، ده فعلا كانوا بيستخدموا مستحضرات التجميل في الفترة دي عادي جدا للرجال، وإن كان دلوقتي موجودة برضو، يعني مش هنضحك على نفسنا. نرجع تاني نكمل كلامنا عن أكوا توفانا، ذلك المسحوق والمزيج المميت. كان عديم اللون، عديم المذاق، عديم الرائحة، كان قادر على إنهاء حياة أي إنسان بست قطرات، بس كان الوفاة بتكون على مدى أيام، ما بيموتش زي ما بيقولوا كده خبط لزق، بيموت بالتدريج وبيبقى كأنه تعب عادي جدا ولكن يقضي على الحياة ومستحيل يتكشف، ما بيظهرش في مجرى الدم أثناء التشريح. ده لو حد أصلا شك في الموت إن ليه شبهة جنائية. المريض بيتعب، بتبدأ حالته تسوء على خفيف، بعد كده بيموت، مفيش أي حاجة تدعو للشك. معدل الجريمة في الوقت ده كان مرتفع جدا، وكلها في نمط القتل المتسلسل، فالجرائم واضحة وضوح الشمس، فالسلطات مش هتبص على الناس اللي ماتت فجأة أو ماتت بعد تعب وتسيب كل الجرائم اللي بتحصل. وضيف لده أن السلطات كانت مكبرة دماغها عموما. بعد تناول المزيج ده على أيام متفاوتة بينتهي الشك، فالجرعة الأولى زي ما قلت لحضراتكم بتظهر على الرجل أعراض زي أعراض نزلات البرد، بعدها ضعف وإرهاق وتكسير في الجسم، الجرعة التالية آلام في المعدة، عطش، الجرعة التالتة وأحيانا الرابعة الوفاة. وبيقول الأطباء وقتها أن مرض عادي جدا أدى للوفاة ولا توجد شبهة جنائية. احنا بنتكلم عن حاجة من اكتر من 400 سنة في الماضي، الطب والعلم كان مختلف كليا، لكن هي الحقيقة كانت سابقة زمانها وسابقة وقتها. خلينا اقولك ان ما كانش فيه طب اصلا انذاك في اوروبا، وعصر النهضة كان عصر فني، دافنشي، مايكل انجلو، دانتي وغيرهم. وعلى مدى 20 سنة قتلت جوليا بطريق غير مباشر 600 راجل. وفي يوم سنة 1650 اشترت احدى الزوجات مزيج الاكوا توفانا، وبعد ما حطته لزوجها في الشاي وقبل ما يشرب صرخت وطلبت منه ما يشربش واعترفت بكل حاجة. الراجل سلم زوجته للسلطات والزوجة اعترفت بكل شيء كامل، وتم القبض على جوليا توفانا. وفي محاكمتها أكدت جوليا أنها ساعدت في تسميم ما يقرب من 600 رجل. بيقال أن أول من مات وكانت بتجرب فيه جوليا كان أحد أزواجها، واللي بيقال أنها تزوجت أكثر من مرة سرا. سنة 1659 بيتم إعدام جوليا وإعدام بنتها جنبا إلى جنب، وإعدام 3 من المساعدين، وإعدام مئات من الزوجات، وسجن باقي الزوجات، والعفو عن بعضهن لما لهم من نفوذ من الأقارب، أما البقية فكانوا قد هربوا والبعض الآخر كان قد مات. أحداث القصة دي وقصة السم الذي لا يظهر في التحاليل وقصة جوليا توفانا
تم الاستعانة بها في العديد والعديد من الأعمال الأدبية العالمية والأفلام المختلفة، ولكن تم الاستعانة بها أيضا بشكل غير مباشر، وتم بناء قصة على فكرة الدواء اللي ما بيظهرش في التحاليل في فيلم مصري. الفيلم من بطولة النجمة ليلى علوي، والنجم هشام عبد الحميد، والنجم صلاح قابيل، والنجمة صبرين. الفيلم هو فيلم غرام الأفاعي. بيتحدث الفيلم برضو عن زوجة خائنة بتتفق مع الحبيب السابق على قتل زوجها عن طريق سم بيتم تحضيره في الصيدلية الخاصة بالزوجة، وبيكون أهم ما في هذا السم إن السم ده لا يظهر في التحاليل، فبيكون التشخيص إنه هبوط حاد في الدورة الدموية. وواحد من أشهر الأفلام الأجنبية اللي تناولوا مثل هذا العقار أيضا في قصة الفيلم، فيلم أنا برشحه لحضراتكم إنكم تتفرجوا عليه، فيلم Buried Alive. خلوا بالكم إن الاسم ده تم تقديمه في أكتر من نسخة وأكتر من فيلم، ولكن الفيلم اللي بنتكلم عليه تم إنتاجه سنة 1990. بيحكي برضو عن زوجة خائنة بيتم الاتفاق بينها وبين العشيق لقتل الزوج عن طريق نفس العقار، بأنها تضع للزوج العقار في الأكل عدد نقط معينة علشان يموت بدون أي أثار، ولكن بيحصل حاجة هقول لكم وبعد كده شوفوا الفيلم بالكامل، لان الفيلم ده من الافلام القوية جدا جدا. الزوجة المفروض بتحط عدد نقط معينة متفق عليها علشان الزوج يموت، ولكن الازازة بيقع منها نقطتين او ثلاثة خارج الشيء اللي كانت هتسقيهوله او هتأكلهوله علشان يموت. النقطتين ثلاثة دول بيقلبوا احداث الفيلم رأسا على عقب. برشح لكم الفيلم ده تشوفوه، وهو فيلم Buried Alive، والفيلم ده النسخة القديمة انتاج سنة 1990، والفيلم من بطولة تام ماثيسون، جينيفر جيسون، ويليام آثرتون، وهايت أكستون.